شك في زوجته، زوجه شكت في زوجها، كل واحد يروح يفتش في موبايل التاني. لا، لا الزوج من حقه انه يفتش في موبايل زوجته، ولا الزوجه من حقها انها تفتش في موبايل زوجها. وقلنا الكلام ليه؟ عندي ايه: ولا تجسسوا. ان كان هو بيخون يستر الله عز وجل مره اتنين تلاته، في تالت مره الله عز وجل هيفضل. لازم نعرف كده، الفضيحه او هتك ستر العبد عمرها ما تيجي من اول مره. طيب ده بالنسبه للراجل، بالنسبه للست اصلا مجرد شك الزوج في زوجته يعني في امر زي ده، وفي ريبه في المعامله ذات نفسها، دي واقفه. لكن لا يحل ان انت تفتش الا اذا شفت حاجه دليل قدامك. احنا لا بنبني على تهيؤات او اعتقادات او ظنون، لازم بينه ودليل، لان ده طلاق وبيت واسره. فما يجيش واحد يقول لك ايه اصل من حقه ان هو يفتش لو لا. يعني السيده هند، هند بنت عقبه لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم تبايعه وقال وقال لا يزنين، قالت او تزني الحره يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يعني كانت تستنكر هذا الفعل. فالاصل العفاف، والاصل ان كل واحد لتاني، الا اذا شفت امر ببينه بدليل ساعتها. لكن ما اقعدش اسعى له واتجسس على الفون واتجسس على الموبايل واقول ده من حقه ان هو يعمل وهي من حقها. لا، لا من الطرف ده ولا من الطرف ده. يا جماعه الزواج معناه سكن، الزواج معناه انك رايح البيت ترتاح، الزواج معناه عند المراه اعلى قيمه الامان. لو فقدت الامان فين الزيجه؟ والزواج عند الراجل عفة وطهارة وحرية وسكن ومودة، كل دوت معاني. لو فقدها الزوج في زوجته بس بدليل، ما تجيش تقول انا هعمل وانا هسوي، الا اذا ارتبت وشفت فعلا امر وجه معاك الدليل فيه. لكن اروح اعمل واقول ده انا اتجسس بالنية دي، ده جانب تاني. اولاني الجانب التاني اللي حابة اتكلم فيه، موضوع من خب بامرأة ليس منا. اسمعوا، ليس منا من خب بامرأة على زوجها. الخب لا يدخل الجنه، اللي يقعد يقول لها ده انت كذا وكنت تستحقي واحد، اما انت لو معايا بقى ده انا بصي اعمل فيكي واسوي، كل ده حرام. ما كل ده حرام وغلط. النقطه الثانيه، نقطه اللي لما يجي مثلا واحد يتكلم مع زوجه وتشتكي له مع الاختلاط بقى، الاختلاط بقى واحنا عايشين في حمل الاختلاط، ويجي يتكلم مع زوجه ويقول لها ده الوضع واحد اتنين ثلاثه وانت كذا، لا وتحكي له مشكله، وتحكي له هو اهل حل وربطه هو اصلا، انت ممنوع انك انت تتكلمي معاه في مشاكل. اتكلمت معاه بقى وهيصه وحواديت ودنيا، فدي اعمل ايه؟ يتعلق، تتعلق بيه، اصل كويس، اصل حنين قوي، اصل بص اسمعني، اصل تخبيه. طيب ما قالش، ومجرد العلاقه بس معاملته في قلبها شيء، طالما الجوارح ما نفذتش خلاص ندفع الامر. طيب تعلق بامراه ما الجوارح ما نفذتش وعن القلب نستغفر على ما في القلب، انت نفس الكلام اللي يخليكي كارهه زوجه. تقولك اصل انا قارنته بحد تاني، اصل انا عملته ما هو انت المقارنه ذات نفسها هي اللي بتعمل الكلام ده، فخلي بالك. طيب كلمه بقى للي بيخبب ده، يا ابني اتق الله. هتقابل ربنا ازاي؟ هتقابل ربنا ازاي؟ تعالوا شوفوا رأيي. طبعا جمهور العلماء قال لك لو طلقت المراه المخببه، يعني لو واحد خبب امراه على زوجها طلقت من زوجها، جمهور العلماء قال يجوز يتزوج، الا مالك والشافعي قالوا لا تاديبا له. انا مع الراي ده صراحه. يعني انا مع الراي، ليه؟ اصل احنا هنفتح باب بقى واحد كل واحد يخبب امراه على زوجها ويطلقها من زوجها، وبعدين يقول لها لا خلاص ما انا مش او يتجوزها. مالك والشافعيه قالوا لا تاديبا له، وده رايي انا شايفاه يعمل بهذا الامر. لكن الاصل لا في اختلاط ولا في تجسس وفي امان. امتى اقول انا محتاج الامر ده ومحتاج فعلا اعمل فيه شيء؟ لو فعلا لقيت حاجه بينه واعرفه. اسمعوا كده، الله عز وجل بيستر ستير، لكن لما يتهتك الستر وينكشف اعرفوا انها مش من اول مره. حافظ الله ازواجنا وزوجاتنا، واجعلهم يا رب حافظات قانتات للغيب بما حفظ الله، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.